شهد حفل توزيع جوائز تروفي شوبارد ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي تألق النجمات بأبرز المجوهرات من توقيع الدار. أطلت الفنانة يسرى بعقد فاخر وأقراط كبيرة مرصعة بأحجار كريمة أبرزها الزمرد الأخضر وحجر الفيروز مع فستان أخضر فاتح. وبدت النجمة العالمية ديمي مور مذهلة بعقد فاخر مرصع بالألماس يتوسطه حجر كريم وهو حجر الزفير الأزرق. إيفا لانغوريا أطلت بتشوكر عريض مرصع بالكامل بالألماس من دار شوبارد أيضاً، وأضافت له أقراط صغيرة من الألماس. الفنانة التركية مريم أوزيلي أطلت بفستان أبيض وأضافت له أقراط متدلية من اللؤلؤ الأبيض مع الألماس. كارلا براوني أطلت بفستان أخضر وأضافت له عقد وخاتم مرصعان بأحجار الزمرد الأخضر. لمزيد من الصور والمعلومات عن إطلالات المشاهير ضمن حفل جوائز تروفي شوبارد زوروا موقعنا www.tiffanydetails.com.